الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مصعب الشاعر، حياكم الله في قناتي. إذا كنت مشترك في القناة اشترك وفعل زر التنبيهات. الحين متوجه للمسبح إن شاء الله، راح أعطيكم مهارة جديدة، مهارة جدا ممتعة راح تفيدكم. طبعا المهارة لازم الكل يتعلمها. يلا متوجهين للمسبح. يلا عبدو، how are you? Good. So. هاي قوانين عشان المسبح. بعض الاحترازات. يعطيكم الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله مهاراتنا مهارة الطفو على الماي. مهارة جدا ممتعة وراح تفيدكم بإذن الله تعالى. طبعا قبل ما تنزل الماي، أي شخص عندك مهارة يعني تطبق مهارة أو بتلعب أو بتسبح، لا تنسى الإحماء. حول 5 دقائق 10 دقائق الإحماء يفيدنا، يبعدنا عن الإصابات، يبعدنا عن المشاكل. عندك إحماء خارج المسبح، عقب تطبق الإحماء داخل المسبح. طبعا إحنا طبقنا الإحماء الحمد لله رب العالمين. الحين نشرح لكم إن شاء الله مهارة الطفو على الظهر. طبعا عندنا احنا طفو انواع، في طفو على الامام على البطن، عندنا طفو على الظهر، في عده انواع، بس اليوم ان شاء الله بنعطيكم مهارة الطفو على الظهر. طبعا مهارة الطفو على الظهر، انت في نص المسبح تعبت، تقدر تروحك على ظهرك وترتاح. من السباحين الكبار اذا تعب في نص المسبح ينبطح على ظهره زين، ويعطي اشاره حق رفيجه او اي احد كان لايف جارد زين، يقول له ترى عندي شد او عندي اصابه او تعبت. فهذه المطاحة تعطي شوي فترة ان لين يلحقون عليه او يجون له يعني. الحين بنعلمكم التكنيك، بنعلمكم الطريقة جدا سهلة، بس اهم شيء تتبعون الخطوات اول باول معاي. اوكي، اول ما ننزل المسبح نطبق لكم المهارة كاملة، بعدين بجزئ لكم المهارة. يلا في نقاط مهمة في البداية، ان انت اذا شخص مبتدئ تطبق ذي المهارة لازم يكون عندك مدرب معك، اوكي، او يكون معك شخص مساعد. ولازم يكون المسبح مو عميق عشان تبدأ تحط رجلك في الارض، توصلي في الارض تبدأ شوي شوي. اول شيء نبدأ معاكم التمرين، تتجاوز الحد زين وترفع رجلك شوي شوي. شوف رجلك ترفعها تنبطل. في البداية نمسك حد المسبح بيد واليد الثانية في الماي، أرجع راسي للخلف قليلا وأنظر للأعلى. مع دخول الأذنين في الماء ضروري أخذ النفس لكي يرتفع الجسم للأعلى مع رفع الصدر. أيضا يجب أن نقوس الظهر ونثني الركبتين قليلا. بعض الأشخاص لديهم مشكلة في الرجلين أثناء الطفو، أن الرجلين تنزل في الماء بسبب عضلات الرجلين. لتفادي هذه المشكلة يجب تحريك القدمين أثناء الطفو بصورة تبادلية، وأنا أحد الأشخاص اللي تنزل رجلينهم بسرعة. الطفو على الظهر باستخدام 3 سباحات، سباحتين اليد وسباحة أسفل الظهر. هذا التمرين يساعد على توازن الجسم ويساعد على تعلم الطفو سريعا. نلاحظ مرة ثانية كيفية الجسم والنظرة الأعلى، وضعية اليدين وضعية الرجلين، ونلاحظ شلون الجسم مستقيم. الحين نستخدم شيء مساعد للتمرين، نستخدم الجري ونستخدم الحل. يلا البداية نزل لنا هي الدراي، شوف الدراي شلون ترجع شوي شوي. شوف بعد استخدام السباحات نستخدم الدرج ونثبت الرجلين على عتبة الدرج ونرجع الجسم للخلف شوي شوي. في البداية راح تحصل صعوبة، ولكن مع التمرين والاستمرار راح تتقن المهارة صح. نلاحظ شلون استقامة الجسم، ناخذ النفس
نكتم النفس فترة عشان الجسم يرتفع فوق. نلاحظ كيف الصدر بعد طلع فوق واليدين ورجلين شلون ثابتين. لازم تكون عضلات الجسم مرتخية. الطفو على الظهر باستخدام سباحة واحدة ونضعها في أسفل الظهر. في البداية راح تكون صعبة، ولكن مع التكرار راح تسهل عليك المهارة. طبعا هذا التمرين يساعد على توازن الجسم. الأفضل نعمل هاي التمارين مع وجود مدرب أو شخص يتقن السباحة، وتعمل هاي التمارين قريب من حد المسبح. الآن تطبيق المهارة كاملة بدون استخدام أي وسائل مساعدة. لاحظوا النظرة الأعلى واستقامة الجسم مع حركة الرجلين بشكل بسيط، وما ننسى أخذ النفس ورفع الصدر للأعلى مع تقوس بسيط في الظهر. اليوم انتهينا مهارة الطفو على الظهر، مهارة جدا ممتعة والحمد لله رب العالمين. اي واحد يروح المسبح في هالفترة انصحه يعني يودي معاه الادوات الشخصية، يودي معاه كل شيء، شنطته الخاصة، لا تستخدم اي شيء من رفيجك بالضبط في هالفترة. الله يحميكم ويحمينا ان شاء الله، ويعطيكم الصحة والعافية، نشوفكم على خير في الحلقة القادمة ان شاء الله. يلا مع السلامة. يلا السلامة.